أمريكيون قلقون على مستقبلهم وأرواح جنودهم من مغامرة عسكرية جديدة في الشرق الأوسط، ضموا أصواتهم لأصوات أمريكيين من أصول عربية منادين بمنع العدوان على سوريا. هنا رفعت تنظيمات شعبية علم السلام أعلى من كل الأعلام. 89% of the population is against another war, and war on Syria is a criminal act. المتظاهرون السوريون يشعرون أن قرار الحرب اتخذ بغض النظر عن الذرائع. بما أنه القرار بقلب أمريكا الحرب، نحن من قال لها وقفي حربك على سوريا. التظاهرات ضد الحرب لم تقتصر على نيويورك وحدها، بل شملت 11 مدينة وولاية أمريكية وكندية. بنيويورك موجودة وحدة، ببنسلفانيا، بمونتريال، بديترويت، بكاليفورنيا، بشيكاغو، بفلوريدا، بمجموعة من الولايات المتحدة، 11 ولاية شاركوا بالعملية. لم يهتف كل السوريين ضد الحرب، ففي طرف آخر من الساحة هتفت مجموعة صغيرة داعية للتعجيل بالهجوم. هتاف لم يلق صدى في المكان أمام العدد الكبير من المعادين للحرب، ونادى أمريكيون بسقوط رئيسهم لأنه بات عبئاً عليهم. So the whole idea behind this war policy is to smile in our face, stab us in the back, make us believe that he didn't start the war, which is what he's doing by preemptive executive orders or whatever. He is the problem. Obama needs to be removed. We don't want another war. المعروف عن الشارع الأمريكي أنه عاجز عن منع اندلاع الحروب، لكنه برهن في السابق لا سيما في الستينات والسبعينيات أنه استطاع إيقاف حرب كانت الحرب الفيتنامية. نزار عبود من ساحة تايمز سكوير نيويورك، الميادين.